دكتور، هلا انا مجنون شي بعيد الشر عنك سيد إسلام. ولا انا اهبل ومش داري بحالي؟ لا لا لا، مجنون ولا اهبل، عندك شوية مشاكل نفسية لا اكتر ولا اقل. ايه بس والله شي بحير. شو اللي بحير؟ كيف مريض نفسيا وكيف عم يتبعني اكتر من مليار نسمة؟ يعني كل هدول الناس صمون بكمون ما بيفهموا دكتور؟ لا ما قلنا هيك، هيدول ما عم يتبعوك، هيدول انت رابطهم وعم تجرهم وراك سيد إسلام. كيف يعني؟ شو قصدك؟ مو انت حكيتني انه الشيخ تبعك ابن تيمم؟ قصدك ابن تيمية؟ ايه ايه، ابن تيمية اللي قال انه الدين بيقوم على القرآن والسيف. ايه مزبوط، قال رحمه الله: قوام الدين قرآن يهدي وسيف ينصر، فمن عدل عن الكتاب قوم بالسيف. يعني اللي بيحيد عن طريق الإسلام أرهبناه وجلسناه بالسيف، وإن أبى قصفنا له رقبته. الأعوج ما بيجلس إلا بالضرب دكتور. وابن تيمية مش جايب الكلام من عنده، قال تعالى في كتابه العزيز: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد يعني السيف دكتور فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. السيف في منافع كتير دكتور، والسيف بينصر دين الله. هذا اللي حكينا، الناس مش عم يتبعوك، انت عم ترهبهم وتجرهم وراك، وحتى لو اكتشفوا انك مجنون لا سمح الله، يعني لا سمح الله، مش رح يقدروا يتراجعوا عنك، لانه السيف مسلط فوق رقابهم. ودخلك شو بالنسبة لمقولة لا إكراه في الدين اللي عم يقتبسها أتباعك دوما؟ أولا الآية مكية ومنسوخة بآيات القتال في سورة التوبة، وغير هيك الكلام في الآية مش عن المسلم، لأنه المسلم ما بيصير يرتد عن الإسلام. ومثل ما قلت لك في جلسات سابقة، قال صلى الله عليه وسلم: من ارتد عن دينه فاقتلوه. يعني المسلمين المساكين محكوم عليهم يضلوا وراك؟ نعم، المهم ما يكفروا دكتور، وأكيد بتوافقني أنه يضلوا في الإسلام مكرهين أحسن ما يروحوا على جهنم، مو هيك؟ لا مو هيك، شو ذنبه اللي ولد في بيت مسلم حتى يضل طول عمره في الإسلام وهو مش مقتنع فيه؟ ما ذنبه شي دكتور، هاي نعمة من الله أنه ولد مسلم. أنت ليش بتشوف كل الأشياء سلبان؟ فكر شوي إيجابي يا دكتور. السيف له منافع كتيرة مثل ما بيقول القرآن، وحتى عيسى عليه السلام قال: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. السيف ضروري دكتور، ضروري. إيه لا، أنت فهمان كلام المسيح بالمقلوب سيد إسلام، هاي لغة مجازية. المسيح ما أجا بسيف ولا حمل سيف ولا أجبر أحد على اتباعه بالسيف. أقرأ الإنجيل وتنور سيد إسلام. الإنجيل محرف دكتور. ولك يا بني آدم، ما دام الإنجيل محرف، ليش عم تقتبس آياته؟ إيه بس هاي الآية مو محرفة. الله يجيبك يا طولة البال. إيه دكتور إيه، الصبر حلو، شو بنا؟ ليش هيك معصب؟